السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أعمل لوجو وبدور على موقع يعمل لي لوجو، فموقع كانفا ميزته إن هو بيربطني بمواقع تانية كتير جدا، مدي إمكانية للمواقع دي إنها تعمل لنفسها أبلكيشن جوه. فأجي هنا في أبس وأقول له أنا عايز لوجو، في لوجو ميكر، خلينا نعمل سيرش فور لوجو. زي ما أنت شايف في لوجو ميكر، في براند، في كذا حاجة، كذا حاجة ممكن إن أنت تجربها. طيب هقول له لوجو ميكر، ممكن اختار حاجه تكون موجوده اصلا او اقول له نيو ديزاين. فبيقول لي طيب اختار المقاس، انت عايز تعمل ايه. فوليكن مثلا في حتى حاجه اللي خاصه باللوجو، تكتب له انت بقى الكلمه، هو يبدا يعمل لك صوره بس بيخليها قريبه للوجو، فكره اللوجو. او ممكن تعمل اي تصميم جديد وتنزل تحت كده تقول له انا عايز ابس، وتقول له ضيف لي اللوجو ميكر فهيضيفهولك. طيب خلينا نكتب مثلا ايجيبشن ليون، تمام، واقول له كرييت، فعمل لي اللوجو بالشكل ده. طيب ممكن اقول له بعد كده اديت فوتو، ان انا عايز اعمل تعديل في الفوتو، وممكن تكبر الصوره لو انت عايز من الاجزاء اللي هنا. ممكن اقول له بقى انا عايز اعمل ريموف للباك جراوند، فاحذف لي الباك جراوند. خلينا نكبر الصورة بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له برضو انا عايز صورة تانية من لوجو ميكر، اي حاجة انت عايزها تتخيلها، مثلا فروج، ونقول له كرييت، فيعمل لنا صورة بالشكل دوت. في مواقع كتيرة ممكن تحذف لنا الخلفية لو احنا عايزين نحذف الخلفية، زي ريموف باك جراوند ممكن يحذف لنا الخلفية. فزي ما انت شايف موقع جميل، تقدر تعمل اي لوجو انت عايزه. وبعد كده ممكن نستغل بعض الادوات، مثلا زي ان احنا نكتب تكست مثلا باشكال كتيره مختلفه في قلب البرنامج. ممكن مثلا تكتب بالشكل ده بالشكل دوت، خلينا نكتب مثلا بالشكل ده، هاب فروج مثلا. نعدل في الستايل، نكبر نصغر حسب انت وذوقك بقى. ممكن تعمل سيلكت عليهم هما الاتنين وتغير الافكت، تعمل انيميشن، تعمل تعدل في الفونت، في الخط زي ما انت عايز.